ولنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب السياسي نبيل البكيري. أهلا بكم أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. كيف تقرأ التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اليمني حول اتفاق السويد والذي قال فيه بأنه بات سلاحا بيد ميليشيا الحوثي وإيران؟ لا شك أن هذا التصريح هو يعبر عن حالة الكارثة الكبيرة أو الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي وقعت به الحكومة الشرعية لذهابها إلى ستوكهولم والتوقيع على مذكرة التفاهم أو خارطة السلام التي كان يفترض أن تحققت. نحن الآن في الشهر السابع تقريبا على هذه التوقيع الاتفاقية ولم يتحقق منها شيء، بل تحولت إلى مجرد ورقة في يد جماعة الحوثي تستخدمها للتواجد وعدم الخروج والانسحاب من موانئ مدينة السويدة. نعم، فيما تتمثل هذه الثغرات لاتفاق السويد والتي استغلتها ميليشيا الحوثي لصالحها، ولنبدأ من الانسحاب من الحديدة. هناك ثغرات كثيرة كان أبرزها هو عدم تحديد ماهية القوة التي ستحل بدل القوات المنسحبة، مما أدى إلى تحويل جماعة الحوثي انسحابها منها من بعض أجزاء ميناء أي الصليف ورأس عيسى والحديدة أيضا، وتسليمها لأنصارها الذين ارتدوا زيا عسكريا رسميا للحكومة اليمنية، وحلت محلها ميليشيات أخرى. وبالتالي كانت واضحة مثل هذه المسرحية المكشوفة أن جماعة الحوثي ترتب للاستقرار في المدينة وعدم الخروج، وأن قضية الانسحاب كانت فقط مجرد يعني أشبه بمسرحية مكشوفة ليست. في ظل حالة تجويع الممنهج والمعاناة الإنسانية المستمرة في اليمن، ما هي توقعاتكم للمواقف الأممية والدولية حيال اتفاق السويد وإيجاد حل لهذه الأزمة؟ للأسف المجتمع الدولي في اليمن متواطئ بشكل كبير مع الميليشيات، ورأينا كثير من المواقف التي تعبر عن هذا التواطؤ الكبير، ممثلا بصندوق الغذاء العالمي وغيره من المنظمات التي تتعاطى مع سلطة الأمر الواقع وتذهب بكل المساعدات إلى هذه السلطات الانقلابية، وهي التي تسخرها في سبيل مجهودها الحربي ومعركتها مع السلطات الشرعية. وبالتالي حتى مواقف المجتمع الدولي من جريفيث إلى ليزيغارو المبعوث الدولي العسكري في الحديدة كلهم يمثلون دورا سيئا ودورا مخزيا فيما يتعلق بالتغطية والتعاطي مع هذه الجماعة بكل ود وبكل تواطؤ. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.